الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإخوة الأفاضل أبو عيسى حمد بوديرة، وأبو العباس سالم الوصابي، وأبو حمزة عادل القوارشة، وأبو الربيع مسعود الناظوري، وأبو إبراهيم فرج المالكي، وأبو جابر المبروك القاضي، وأبو منير عز الدين محمد، هم من إخواننا أهل السنة السلفيين الذين لهم دور في الدعوة إلى الله ونشر السنة في ليبيا. وقد التقيت بهم في المسجد النبوي بالمدينة النبوية، ورأيت فيهم الهمة العالية لنشر السنة والدعوة إلى الله والارتباط بعلمائنا أهل السنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينصرهم وأن ينصر بهم الدين والسنة، وأن يعيد بهم بعد الله عز وجل الفتن، وأن يوفقهم الله لكل خير، وأن يعيدنا وإياهم من الفتن والأهواء، وأن يجعلهم مباركين في كل مكان وفي بلادهم خاصة، وأن يرفع الله بهم هذه الفتن في ليبيا، ويجعل على أيديهم العزة والتمكين والنصر لأهل السنة في بلاد ليبيا حتى تعود إلى ما كانت عليه، مستقرة آمنة مطمئنة، ينتشر فيهم الخير والطمأنينة والأمن والسنة والتوحيد. وفقهم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.